اتفضلي وانت قاعدة برضو يعني وانت في مكان. هو احنا ليه مش بنشوف ربنا؟ ليه؟ انا عارف ليه مش بنشوف ربنا، لان ربنا ليس كمثلي شيء. يعني ايه؟ اصله خارج الدايرة. طيب هل احنا بنشوف الامواج بتاعت الرادار؟ لا. بنشوف الموجات بتاعت او التيار بتاع الكهرباء؟ ابدا. بنشوف التيار بتاع الريز، الأشعة اللي بنعمل بيها حاجات في جسمنا، نشوف الأشعة بتاعتنا؟ ابدا. الله، ما هو في حاجات ما بنشوفهاش كده ليه؟ هو الإنسان ازاي بيشوف؟ عنده عين، وفي حاجة اسمها المقلة والشبكية، والضوء بينعكس على الحاجة. طب فين الضوء اللي ينعكس على ربنا؟ ما هو ربنا خارج الدائرة، فما فيش ضوء ينعكس عليه، فيبقى مش هشوفه. طيب هو ليه أنا ما بشوفش التيارات والأمواج والحاجات اللي زي كده؟ لأن الضوء ما بينفعش يتسلط عليها. وهكذا ربنا لأنه خارج الدائرة فلا يمكن حد يشوف. لو دخل الدائرة هيبقى مخلوق، كل اللي في الدائرة قلنا مخلوقين، وربنا مش مخلوق ومش ممكن يكون مخلوق. فلأنه هو خارج الدائرة، هنحفظ بقى الدائرة دي مهمة جدا، لأنها هتجاوب لنا على أسئلة كتيرة جدا، وبوضوح وبسهولة وبواقع. الواقع كده إنه ربنا سبحانه وتعالى خارج الدائرة الكونية، ولذلك ما حدش مننا هيقدر يشوفه. يوم القيامة، يوم القيامة هنروح الجنة ونبقى على طرف الدائرة كده، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ساعتها بقى نرى الله. هنراه ازاي؟ ما نعرفش، ما قالناش، لانها مسائل هتبقى مسائل متعلقة بتكوين الانسان يوم القيامة. فنستنى كده ونعمل العمل الصالح انا وانتي لغاية ما ندخل الجنة عشان نشوف ربنا.